الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية. مدبولي يرحب بتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في مصر ومولدوفا. خلال اجتماع لمجموعة السبع، الرئيس الأوكراني يدعو لتزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي وكمية كافية من الذخيرة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم. وخلال اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني ورئيس شركة الصيانة بمصر للطيران، وجه الرئيس السيسي بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وبجميع الشركات التابعة له ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات بالدولة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر، وفي ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة في إطار 100 مليون صحة، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المصريين في المقام الأول وفق أعلى المعايير العالمية، خاصة مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة ووصولا إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات. كما ثمن السيد الرئيس دور منظمة الصحة العالمية والجهود التي قام بها السيد أدهانوم خلال جائحة كورونا، خاصة ما يتعلق بتوفير اللقاحات. من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مشيدا بالجهود الوطنية المصرية في مجال الرعاية الصحية، خاصة المبادرات الرئاسية المختلفة تحت مظلة 100 مليون صحة، والتي ساهمت بشكل لافت في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين، لاسيما من خلال مكافحة الالتهاب الكبدي الفيروسي سي، فضلا عن مختلف المبادرات المتنوعة الأخرى مثل مبادرة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، والمبادرات الخاصة بصحة الأطفال. ومؤكدا اهتمام منظمة الصحة العالمية بتعزيز التعاون مع مصر في هذا الإطار بما يمكن من الاستفادة من التجربة المصرية باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على الصعيد الدولي. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز مختلف جهود الدولة التي تم إطلاقها لدعم الصحة العامة في مصر، لاسيما المبادرات الرئاسية ذات الصلة إلى جانب دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أكد السيد الرئيس أن الدولة مستمرة في تعميم هذه المنظومة لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية، وبما يساهم في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء يحيى زكريا إسماعيل رئيس شركة الصيانة بمصر للطيران. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات بالدولة من خلال اعتماد نهج للتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما في ذلك
ذلك الموقع الاستراتيجي لمصر. كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الجارية لتطوير مطاري شرم الشيخ وسانت كاترين بمختلف مكوناتهما، خاصة المرافق الرئيسية وممرات الطائرات، وذلك استعدادا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية للمناخ نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. وقد عرض الفريق محمد عباس حلمي في هذا الصدد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني، كذلك الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلا عن تطوير وتحديث أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، كذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والاندماج الأوروبي بجمهورية مولدوفا السيد نيكو بوبيسكو والوفد المرافق له. وأكد مدبولي خلال اللقاء اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع مولدوفا على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ورحب رئيس الوزراء بالتوقيع الذي تم خلال زيارة الوفد المولدوفي على مذكرات تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين. من جانبه أكد وزير خارجية مولدوفا رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، مشددا على أن مصر تمثل أولوية بالنسبة لمولدوفا. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على تعزيز العلاقات مع مولودوفا وإيجاد آلية للتشاور بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية مولودوفا، أكد شكري أن المباحثات تركزت على علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. بالتوقيع على 3 اتفاقيات، الأولى في إقامة حوار سياسي على مستوى وزيري خارجية البلدين، والآخر في إتاحة الدخول للبلدين دون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والثالثة في التعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية في البلدين، وكل ذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقة ووجود آلية للتشاور الدوري فيما بين البلدين، وهذا من شأنه أن يعزز من العلاقة. والوزير يصطحب معه وفد اقتصادي، وتم على هامش الزيارة عقد مجلس الأعمال المصري المولدوفي، ويأتي ذلك أيضا من خلال الحرص على تعزيز العلاقة التجارية وإيجاد مجالات جديدة للتعاون تعزز من الفائدة المشتركة. من جانبه أكد نائب وزير خارجية مولدوفا رغبة بلاده في توسيع إطار العلاقات الثنائية مع مصر من خلال توقيع مذكرات التفاهم الثنائية والاتفاقات. ممتنين لهذا الانفتاح، ونعلن عن رغبتنا في توسيع إطار العلاقات الثنائية بين بلدينا من خلال توقيع المذكرات والاتفاقات، مذكرات التفاهم، والتي تهدف إلى تسريع وتنشيط التبادل بين بلدينا وتسهيل الدخول بين البلدين بدون تأشيرة. وهذا أمر مهم بالنسبة لنا أن نعرف أننا نسعى لتحسين الخبرة لدى مولدوفا، وبصفة خاصة لمن يتحدثون اللغة العربية، ونسعى لتدعيم أوصر التعاون مع الدول مثل مصر وغيرها من الدول التي تتحدث اللغة العربية. أعربت السيدة انتصار السيسي عن كامل تقديرها واعتزازها بالفتيات وبدورهن الأساسي في المجتمع. وقالت السيدة انتصار السيسي في تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للفتاة إن الفتيات يساهمن في بناء الوطن في حاضره ومستقبله، مشددة على ضرورة دعمهن وتأهيلهن ليكن ذخرا للوطن. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة
من ضبط 494 قضية تموينية بمضبوطات 216 طنا. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 170 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 46 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 720 قضية، من بينها 72 قضية خبز ناقص الوزن و80 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 18 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 114 طنا. تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لضبط العناصر الإجرامية الضالعة في الاتجار وترويج المواد المخدرة. هذا وقد تمكنت الوزارة من ضبط عدد من القضايا بعدد من المحافظات. حرب شرسة تخوضها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار وجلب وتهريب المواد المخدرة، حيث تستمر المواجهات الحاسمة لضبط العناصر الإجرامية الضالعة في هذه الأنشطة. فوزارة الداخلية تشن حملات مكبرة على مستوى جميع المحافظات، نتائجها تساقط تلك العناصر وإحباط محاولات الجلب والتهريب. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن السويس نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة من شرق لغرب قناة السويس. وتمكنت من استهدافه وضبطه وبحوزته 15,000 تربة لمخدر الحشيش تزن طن ونصف، و780 لفافة لمخدر البانجو تزن طنين، و200 كيلوغرام من مخدر الهيدرو، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 112 مليون جنيه. لم تقتصر النجاحات الأمنية في مكافحة المواد المخدرة ومحاولات إغراق البلاد بها عند هذا الحد، فقد استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية بالجيزة تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، وتمكنت وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبطه بمسكنه وبحوزته 2,100 تربة لمخدر الحشيش تزن 210 كيلوغرامات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 14 مليون و700 ألف جنيه. واستمرارا لتلك النجاحات، فقد وجهت الإدارة حملات أمنية مكبرة بالاشتراك مع قطاعات الأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديريات أمن القليوبية والإسكندرية والإسماعيلية ومطروح لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلب وترويج المواد المخدرة. وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 21 عنصراً إجرامياً بنطاق محافظات القليوبية والإسكندرية والإسماعيلية ومطروح تخصصوا في الإتجار وترويج المواد المخدرة وبحوزتهم أكثر من 810 طرب لمخدر الحشيش و85 كيلوغرام لمخدر الهيدرو و15 كيلوغرام لمخدر الهيروين وكمية تزن أكثر من كيلوغرام من مخدر الآيس وأكثر من 3,000 قرص مخدر وكميات من مخدري الأفيون والكوكايين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 12 مليون و700 ألف جنيه. ومع استمرار المواجهات الحاسمة التي تخوضها أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية الضالعة في الإتجار وترويج المواد المخدرة، وجهت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وبمشاركة قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط حملة مكبرة لاستهداف عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة بأسيوط، وتمكنت من ضبط عدد منهم وبحوزتهم كمية من مخدر الشابو تزن قرابة 3 كيلوغرامات وأربع بنادق آلية وطلقات نارية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه.
ومع تواصل الجهود الأمنية لتجفيف منابع المخدرات بهدف حماية الشباب من الوقوع فريسة للإدمان. فقد وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عدة حملات أمنية مكبرة بمحيط المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لاستهداف مروجي المواد المخدرة من يستغلون التجمعات الطلابية والشبابية لترويج سمومهم القاتلة. ونجحت هذه الحملات في ضبط 85 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 95 متهماً بحوزتهم 45 كيلوغرام من مخدر البانجو وقرابة 17 كيلوغرام من مخدر الحشيش ونحو 9 كيلوغرامات من مخدر الهيروين و4 كيلوغرامات من مخدر الاستروكس وأكثر من كيلوغرام من مخدري الآيس والكوكايين وأكثر من 5000 قرص مخدر ونحو 3000 قرص وأنبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب3,900,000 جنيه. وقد لاقت هذه الحملات إشادة كبيرة من المواطنين، كما أنها تؤكد على اليقظة والجاهزية والاحترافية الكبيرة للأجهزة الأمنية في مكافحتها للمواد المخدرة والحفاظ على البلاد من آثار تلك السموم القاتلة. تتواصل الاستعدادات بمدينة شرم الشيخ في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27، ومن بين هذه الاستعدادات تجهيز حافلات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات القمة. المزيد نتابعه مع مراسلنا في شرم الشيخ أحمد الحسيني. أحمد، كيف استعدت شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ؟ يعني أبرز التجهيزات والاستعدادات للحوافل التي والحافلات التي تعمل بالغاز. نعم إيمان، تحية لك. بالفعل نحن في تجربة أولى على الهواء مباشرة لهذه الحافلات والأوتوبيسات التي تعمل بالكهرباء. أنا الآن أتواجد داخل واحدة من هذه الحافلات التي تعمل بالكهرباء، وهي في إطار منظومة النقل الذكي، النقل الأخضر في مدينة شرم الشيخ باعتبارها مدينة خضراء صديقة للبيئة. بداية وقبل أن نتحدث عن هذه الحافلة التي تعمل بالكهرباء، هناك 260 حافلة أو أتوبيس يعملون بالغاز والكهرباء داخل مدينة. المناخ 27 والمقرر انعقادها في 6 نوفمبر القادم بمشيئة الله تعالى. من المقرر أن تقوم هذه الحافلات بنقل الزوار بالمجان من مقر الإقامة إلى مقر انعقاد المؤتمر أو الفعاليات التي سوف يتوجهون إليها. يعني بداية هناك 120 حافلة أو أتوبيس تعمل بالغاز و140 حافلة تعمل بالكهرباء. الحافلة التي أتواجد فيها الآن والتي تسير في شوارع مدينة شرم الشيخ، هذه الشوارع التي أيضا صديقة للبيئة سواء من عملية التشغيل أو الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية التي الزائر والملاحظ والراصد لها في شوارع مدينة شرم الشيخ سوف يلاحظ ذلك عيانا جهارا عيانا. الحافلة هنا تعمل بالكهرباء وفيها منظومة ذكية جدا، منها جي بي اس، واي فاي، يو اس بي، وكذلك هناك في اتوبيسات الغاز تجهيزات لذوي الهمم ايضا. هذا بالاضافة الى وجود ازرار لتنبيه السائق. لو توقفنا هنا عند هذا الزرار نجد أنه يقوم بتنبيه السائق للنزول، نزول الراكب في المحطات القادمة. دعينا نتوجه إلى لوحات الكنترول ونلاحظ أيضا هذه اللوحات التي من خلالها يمكن شغل الكاميرا. تقوم بمتابعة ما يحدث داخل الحافلات في الكهرباء أو الغاز. بالإضافة إلى كل ذلك أيضا هي الكاميرا تعمل. بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن الحافلات تستوعب 50 راكب، نحو 50 راكب.
ويعني هذا هو المشهد هنا في هذه الحادثة. إليك إيمان في الاستوديو. أشكرك جزيلا من شرم الشيخ أحمد الحسيني. في ضوء متابعة وزارة الخارجية للتطورات السياسية والأمنية المتسارعة والمتلاحقة اتصالا بالأزمة الأوكرانية الروسية، وفي إطار الحرص على ضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين المقيمين في أوكرانيا، فقد صدر توجيهات وزير الخارجية إلى سفارة مصر في أوكرانيا بضرورة التواصل مع جميع أبناء الجالية المصرية وبحثهم على اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة والإقلال من التحركات غير ضرورية وعدم التواجد في مناطق الخطر أو بالقرب منها. هذا وتهيب وزارة الخارجية بأبناء الجالية المصرية بدولة أوكرانيا بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وباتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الاحتياجات الضرورية تحسبا لتدهور الأوضاع، كما توصي أبناء الجالية بالاستعداد للعودة إلى أرض الوطن حفاظا على سلامتهم وأمنهم. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مجموعة الدول الصناعية السبع تحديدا ألمانيا والولايات المتحدة لتزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي وكمية كافية من الذخيرة ذات الصلة. وقال الرئيس الأوكراني خلال خطابه في مؤتمر عبر الفيديو لزعماء مجموعة السبع، قال إن الأولوية تتمثل في دعم الدفاعات الجوية لأوكرانيا لوقف الهجمات الروسية. النقطة الأولى هي الدعم الدفاعي، فتدعيم الدفاعات الجوية لأوكرانيا جزء من الضمانات الأمنية لحفظ السلام في البلاد. عندما تتلقى أوكرانيا كمية كافية من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والفعالة، فإن الضربات الصاروخية الروسية ستتوقف عن العمل. يجب أن تكون روسيا معزولة تماماً وأن تعاقب. أشكر أصدقائنا الأوروبيين على حزمة العقوبات الثامنة، لكن روسيا بدأت مرحلة جديدة من التصعيد، وبالتالي هناك حاجة إلى حزمة عقوبات جديدة. قالت مجموعة الدول الصناعية السبع إنها ملتزمة بتقديم المساعدة لأوكرانيا ما دامت في حاجة إليها. وفي بيان لها أوضحت مجموعة السبع مواصلة تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني لأوكرانيا، كما أكدت أنها ستقف بقوة معها مهما استغرق ذلك من الوقت. كما أكدت للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي تمسكهم بالالتزام بتقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها. نقلت وكالة رويترز عن مصدر بوزارة الدفاع الألمانية أن أوكرانيا تسلمت أول نظام من بين 4 أنظمة للدفاع الجوي من طراز آيريس تي التي تعهدت ألمانيا بتوريدها. كانت ألمانيا قد أعلنت عن مواصلة دعم كييف بدفعة من الأسلحة بقيمة 500 مليون يورو، وأكدت برلين أنها مستعدة للعب دور خاص في بناء قدرات أوكرانيا الدفاعية والجوية، مشيرة إلى الحاجة لتخطيط أكبر لتزويدها بالأسلحة. اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستالنبرغ أن الضربات الروسية الكثيفة على أوكرانيا الاثنين الماضي هي دليل لضعف موسكو التي تواجه العديد من الانتكاسات الميدانية على حد وصفه. وقال ستالنبرغ خلال مؤتمر صحفي إن روسيا تلجأ بشكل متزايد إلى هجمات مروعة وعشوائية على المنشآت الحيوية بسبب خسائرها في ساحة المعركة. إن دعمنا لأوكرانيا سوف يكون له دور أساسي، سوف نظل متحدين من أجل الدفاع عن أوكرانيا وعن سلامتها. وزير الدفاع الأوكراني سوف ينضم إلينا غدا، وفي ضمن مجموعة الاتصال الخاصة بالحرب في أوكرانيا، وجميعا سوف نتناول الاحتياجات الرئيسية لأوكرانيا. وأيضا أرحب بالإعلانات التي أعلن عنها بعض الدول الأوروبية لتقديم بعض الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا،
وأتطلع إلى تقديم هذه الأسلحة. رسالتنا واضحة، حلف الناتو يقف جنبا إلى جنب مع أوكرانيا مهما طال الوقت. أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوضع حول محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا يثير للقلق. جاء ذلك خلال اجتماع لبوتين مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدينة بيترسبرغ الروسية، وشدد بوتين على أن موسكو منفتحة للحوار ولمناقشة جميع القضايا المتعلقة بعمليات المنشأة النووية. وقال بوتين أيضا إنه كان هناك تسييس مفرط وخطير لكل ما يتعلق بالنشاط النووي. قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إنه تم إعادة إمدادات الطاقة لمعظم المدن والقرى التي تضررت بعد الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية الحيوية أمس. وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني أنه لليوم الثاني على التوالي تواصل روسيا هجومها المكثف على منشآت البنية التحتية للطاقة، مشيرا إلى أن ضربات الأمس تسببت بقطع الكهرباء عن 3900 منطقة مأهولة في مدن وقرى وبلدات. وأوضح أن إمدادات الطاقة في المناطق الغربية من أوكرانيا قد استقرت، وفي منطقة خاركيف أعيدت بالكامل. توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% للعام الجاري، لكنه خفض توقعاته للنمو العام المقبل إلى 2.7%، مع احتمالية بنسبة 25% أن يهبط النمو إلى ما دون 2%. وأشار الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمية إلى توقعه ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، كما خفض التقرير توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة إلى 2.4% بنهاية العام الجاري، ليتراجع إلى 1% في 2023. أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعلن عن قرار بشأن زيادة المزايا بما يتماشى مع التضخم عندما ينشر وزير المالية خططه المالية وتوقعاته الاقتصادية يوم 31 من أكتوبر الجاري. هذا وتتعرض الحكومة لضغوط لكي تأخذ من المشرعين المحافظين ومن بعض أعضاء مجلس الوزراء تعهدات وضمان حصول بعض الأشخاص الأكثر فقرا واحتياجا على زيادة في المزايا، تماشيا مع ارتفاع التضخم في خضم أزمة غلاء المعيشة التي تواجه بريطانيا منذ الأزمة الروسية الأوكرانية. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. بعد عامين ونصف من الإغلاق، اليابان تفتح حدودها أمام السائحين. أعادت اليابان فتح حدودها أمام السائحين بعد نحو عامين ونصف من القيود المشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، واعتبارا من اليوم سمحت اليابان بدخول مسافرين من 68 بلدة ومنطقة دون الحاجة إلى تأشيرة، كما رفعت السقف الذي كانت قد حددته لعدد القادمين وألغت شرط الدخول ضمن رحلة سياحية محجوزة سلفا. قالت كوريا الجنوبية إنها باتت قادرة على اكتشاف واعتراض الصواريخ الكورية الشمالية. وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في مؤتمر صحفي أن نظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري الجنوبي سيمكن سول من اكتشاف استفزازات بيونغ يانغ واتخاذ إجراءات دفاعية. إننا نملك القدرة على اكتشاف واعتراض الصواريخ الكورية الشمالية بواسطة أنظمتنا الدفاعية.
إن أهم شيء في مراحل الهجوم هو تأمين الاستطلاع والمراقبة. نحن نعتقد أن قدراتنا في مجال الاستطلاع والمراقبة قد وصلت إلى مستوى متقدم، ومن الواضح أن هناك حاجة لمزيد من تعزيز هذه القدرات. تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة اليوم وغدا في شرعية الطلبات الإسكتلندية لتنظيم استفتاء جديد العام المقبل حول الاستقلال من دون موافقة حكومة لندن. تسعى حكومة نيكولا ستورجن القومية في إدنبرا إلى تنظيم استفتاء جديد يجيب الناخبون فيه على سؤال عما إذا كانوا يوافقون على أن تكون إسكتلندا دولة مستقلة. التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية بالسودان بوفد الآلية الثلاثية المعنية بتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية. وشهد اللقاء بحث التطورات السياسية المتسارعة بالبلاد وأفاق الخروج من الأزمة الراهنة. كما اتسم لقاء أعضاء الآلية مع رئيس مجلس السيادة بروح الصراحة والإرادة المشتركة الصادقة والقوية للتوصل إلى تسوية سياسية. حدد مجلس النواب العراقي جلسة الخميس المقبل موعدا لانتخاب رئيس للجمهورية. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي أعلن أن جدول أعمال جلسة يوم الخميس المقبل يتكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية. واصل مجلس الشيوخ مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. وانتهت الجلسة بالموافقة نهائيا على مشروع القانون بعد مناقشات أوضحت الحكومة خلالها أن صندوق تمويل صناعة السيارات يقدم حوافز ويعمل على تهيئة مناخ أفضل لتلك الصناعة. جلسة عامة جديدة عقدها مجلس الشيوخ لاستكمال نظر عدد من مشروعات القوانين. الجلسة استكملت مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي وافق عليه النواب في جلسة أمس من حيث المبدأ ليبدأ النواب طرح مناقشاتهم للمواد. المبدأ 6 لما نظمت سلطة مجلس الإدارة باعتبارها هي السلطة العليا المهيمنة على شؤون الصندوق وتصريف أموره. المادة 6 لما اتكلمت قالت أنها نظمت سلطة مجلس الإدارة باعتباره هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الصندوق وتصريف أموره. والبند السابع جاء فيها اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق واللوائح الماليه والاداريه والموارد البشريه، وهذا امر اداري. فانا التعديل المقترح ليا ان يكون ليس لرئيس مجلس الاداره ولكن للمدير التنفيذي. الحقيقه يا فندم انا تعديلي بسيط، هو ان احنا عايزين نشيل كلمه القروض من نص الماده، لانه فكره انه يعني الصندوق ياخد قروض الحقيقه انا شايفها مش مناسبه خالص. الصندوق عنده موارد ويقدر يعمل اتفاقات تحفيز كتيرة ويقدر يوصي بسياسات كتير، فكرة انه ياخد قروض دي مسألة انا بالنسبة لي يعني مرفوضة. فانا بقترح على يعني الزملاء الغاء هذه الكلمة وكل ما تعنيه من معاني. وخلال المناقشات أوضحت الحكومة أن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يقدم حوافز ويعمل على تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات. وانتهت الجلسة بالموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن صداقة البيئة لم تعد رفاهية لدى دول العالم، مؤكدين في الوقت ذاته أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته في المجلس يؤكد على اهتمام الدولة بالبيئة والمناخ. مصر مقبلة على استضافة كوب 27 الشهر القادم، والحقيقة أن صداقة البيئة لم تعد رفاهية لدى العالم. الاحتباس الحراري بيؤثر على الدول الأقل نموا، ودي من الأمور السيئة الحظ لهذه الدول، وبالتالي ما فيش رفاهية في أن احنا ما نوصلش لفكرة الزيرو كاربون وفكرة صداقة البيئة. المشروع بيؤكد على اهتمام مصر بالبيئة وبالمناخ العالمي، واحنا شايفين توجهات سيادة الرئيس واهتمامه بنفس الموضوع بالمناخ. كان مهم جدا ان احنا نطلع قانون او نصدر قانون خاص بصناعة السيارات، وايضا يرتبط بصناعة السيارات صديقة البيئة. عايزين نحن نتجه الى صناعة السيارات صديقة البيئة، هي نوعين حضرتك. اول مرحلة ممكن نقول ان هي يعني نسبة التلوث فيها قليل جدا، وكل الحاجات اللي هي منبثقه منها وطالعه الكربون قليل جدا. المرحله اللي بعدها نامل ان هي نخش على كربون زيرو بعدها، يعني اللي هي الكهرباء والهيدروجين وكل ما ينتج من سيارات لا ينبعث منه اي كربون خالص. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد تجربة تنموية مصرية رائدة تشمل تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين في الريف والمدن في المساواة وخلق فرص العمل والتعليم الجيد والحصول على الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة خاصة على هامش أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات العالمية والتي تعقد في مدينة دايغون بكوريا الجنوبية. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة حياة كريمة اعتبرتها الأمم المتحدة أحد أفضل التجارب التنموية على المستوى الدولي في عامي 2020-2021، حيث تتضمن كل جوانب مفهوم التقارب بكل مشتملاته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وبما يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة. تعقد مؤسسة حياة كريمة خلال الفترة الراهنة عددا من الندوات التثقيفية والتوعوية، منها جامعة الإسكندرية لتعريف الشباب بالجامعات المصرية بجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة ولحثهم على التطوع وأهميته بالنسبة للمجتمع والأفراد. ومن المقرر أن تستمر الندوات حتى 16 من أكتوبر الجاري، إذ عقدت المبادرة الرئاسية حياة كريمة ندوتها في جامعة السويس. الفكرة بدأت من 3 سنوات بإطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، واللي أصبحت مشروع قومي على مستوى الجمهورية. الحقيقة جامعة اسكندرية فيها قطاعات كتير جدا بتشارك في حياة كريمة، من ضمنها القطاع الطبي عن طريق القوافل الطبية. احنا بنعمل قوافل طبية على مدار العام، تقريبا كل شهر في قافلة طبية لإحدى المناطق النائية حوالين اسكندرية. النهاردة طبعا المشاركة والعدد الكبير اللي حاضر ده بيعكس مدى وعي الشباب واقتناعهم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لأن فعلا هم لما سمعوا النهاردة من المسؤول عن المبادرة فعلا معلومات جديدة، ظهر جدا حجم الجهد، ظهر جدا أن كل قطاعات المجتمع المصري وكل وزاراته بتشارك، لأنه زي ما فخامة الرئيس أطلق المبادرة هي مشروع قومي. احنا موجودين عشان بنعرفهم بكم الإنجازات اللي اتعملت في مبادرة حياة كريمة، وايضا اللي عملتها مؤسسه حياه كريمه، وكم التحديات اللي واجهتنا خلال الفتره اللي فاتت واللي لسه بتواجهنا، والحمد لله قدرنا نتغلب عليها جميعا. احنا شغالين في حياه كريمه من 2019 بالظبط، بنعمل شغل على المستوى الارض، بنجمع الحالات وبنشوف القرى اللي محتاجه، وبنحاول نوصل للناس على الارض، مش بس مجرد ارقام بتجينا من جهات مسؤوله، ولكن بنحاول ان احنا نوصل لكل المواطنين على مستوى الارض اللي فعلا محتاجين مساعده. لما عرفت بمبادره حياه كريمه حبيت اشارك فيها، ان انا اضيف حاجه من اللي انا اعرفها فيها، وبصراحه هي مؤسسه كبيره جدا. شاركنا في مبادره وصله الخير، وشاركنا في التعليم، وشاركنا في بناء بيوت، وشاركنا في مبادره ابدا، والمؤسسه بتشارك في حاجات كثيره جدا بتفيد البلد وتفيد الناس.
نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة عن نشاطها وجهود متطوعيها بمحافظة الإسماعيلية. تضمنت الندوة استعراض أهم إنجازات المبادرة بالمحافظة، كما تم توزيع استمارات عضوية للمشاركة التطوعية بالمبادرة على طلاب الجامعة. وقال منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية محمد ترك، قال إن الندوة تهدف إلى نشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. جايين النهاردة نعرف زمايلنا وإخواتنا الطلاب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وأهدافها والمعوقات اللي قابلتها. جايين نقول لهم إن حياة كريمة موجودة في 20 محافظة في 175 مركز في 4568 قرية بتكلفة تتجاوز 800 مليار جنيه. جايين نقول لهم إن إحنا حياة كريمة بتقدم قيمة مضافة وسط أحداث عالمية متناحرة ما بين عسكرية وبيئية ومرضية واقتصادية بيلح عليها العالم اليوم، ورغم كده بلدنا مكملة وواقفة وصامدة في الملف بتاعها، ملف حياة كريمة. شهد رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن الندوة التثقيفية والتوعوية للتعريف بمشروعات مؤسسة حياة كريمة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات. هذا وتنظم مؤسسة حياة كريمة خلال شهر أكتوبر عددا من الندوات التثقيفية والتوعوية للشباب بهدف نشر الوعي المجتمعي وحثهم على المشاركة التطوعية لخدمة القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا بصعيد مصر. كل طلاب الجامعة ومنسوب الجامعة يبقى عندهم فكر وإيه هي حياة كريمة، لأن زي ما حضرتك عارف إحنا حياة كريمة في المرحلة الأولى شملت بعض المراكز، فممكن يكون في طلاب من مراكز أخرى ما يعرفوش إيه اللي اتعمل في القرى المحيطة بيهم، فإحنا فالتوجه إن كل الطلاب يبقوا عارفين إيه مشروع حياة كريمة وبيقدم خدمات إزاي. الحاجة التانية إن أنا بحسهم وبحطهم على الخط في خدمة المجتمع المحيط. حياة كريمة يا فندم الغرض من الأساسي اللي هو كل خدمات على مستوى الجمهورية تدخل الريف، تدخل الريف المصري، ودي عاهد على المواطن الريفي في محافظة بني سويف، اللي هو كل التسهيلات بس موجود دلوقتي عنده. احنا لما كنا بننزل على أرض الواقع وننفذ المبادرة من خلال مثلا كان في كذا حملة قبل كده زي حملة طرق أبواب وحملة التوعية للناس، وكنا بنعرف ايه هي حياة كريمة لأهلينا في القرى، ناس كتير جدا وخصوصا من شباب الجامعات كانوا حابين يعرفوا طب ايه هي حياة كريمة، طب ايه رسالة الرئيس اللي انتوا حابين توصلوها لنا، وهل بالفعل المشروعات دي هتقام وفعلا الحاجات دي هتتنفذ. عايز اقول لحضرتك احنا في بداية منزلنا من البداية خالص حتى في الجولة التعريفية ناس فعلا ما كانتش مصدقة ان المشروعات دي هتقام، ان يعني كان بالنسبة لهم هم شايفين يعني حتى كانوا بردات فعلهم بيقولوا لنا احنا حاسين ان احنا في حلم. طبعا مبادرة حياة كريمة من المبادرات الجميلة يعني التاريخ هيذكر ان المبادره دي مش هتتكرر تاني، لان احنا بالفعل بنغير الريف المصري بشكل كبير. سياده الرئيس اطلق المبادره لتطوير الريف المصري، على ارض الواقع احنا شفنا بالفعل تغييرات كتير، شفنا مجمع خدمي متكامل موجود فيه مكتب بريد، موجود فيه سجل مدني، موجود فيه شهر عقاري، موجود فيه مقر للوحده المحليه، فده يعني على بقدر الامكان وفر وقت كبير على المواطن واعباء كتيره ان هو يتنقل من اكتر من مكان، ده اصبح موجود في مكان واحد. كمان عندنا مركز طبي متكامل على اعلى مستوى، حوالي هيبقى فيه مجموعة كبيرة من الأجهزة وأجهزة الأشعة. عندنا الصرف الصحي حلم كان كبير الناس بتحلم بيه من 2008 حتى الآن ما تحققش. مبادرة حياة كريمة بالفعل احنا خلاص بنسبة 95% الصرف الصحي بدأ ينتهي. الآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال. نفتح نافذة اقتصادية مع فاطمة خليل. أهلا بك فاطمة. أهلا بك نوى توفيق. أهلا بك إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أبرز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير البنك الدولي الذي توقع تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقا للتقرير توقع البنك الدولي أن تحقق مصر معدل نمو 4.8% عام 2022-2023، وهو أفضل معدل بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أظهر التقرير تحقيق مصر معدل نمو
6.6% خلال عام 2021-2022، وهو أعلى مما كان متوقعا في أبريل الماضي والذي بلغ 5.5% فقط، فضلا عن توقع البنك نمو الدول المستوردة للنفط بالمنطقة بمقدار 4.5% خلال عام 2022 و 4.3% لعام 2023، مضيفا أن مصر تقود هذه المجموعة بنمو مدفوع بصادرات الغاز وقطاعي السياحة والاتصالات. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. تحياتي لك دكتور العمدة. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور كريم، ما هي دلالات الأرقام التي تضمنها تقرير البنك الدولي واعتبار ذلك أفضل معدل بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ يعني طبعا احنا بداية لازم نشير على ان يعني صندوق مجموعة البنك الدولي اللي شامل الصندوق والبنك الدولي هي احد بيوت الخبرة العالمية في مجال الاقتصاد، وبالتالي يعني طبعا هم تقريرهم لما يشيروا ان مصر بتحقق معدل نمو بصفة عامة وفي اطار الظروف دي ايجابي، فطبعا ده حاجة جيدة جدا، بالاضافة لان يعني يمكن من اكبر معدلات النمو في المنطقة. طبعا يعني عشان برضه نوضح نقول ايه هو معدل النمو الايجابي او هو ايه دلالاته بالنسبه للمواطنين، هو يعني احنا نقصد به الزياده في حجم الاقتصاد المصري في العام السابق الى العام الحالي، وبالتالي هذا المعدل الزياده في الاقتصاد المصري احنا بنطلق عليه معدل النمو، وهو معدل زياده السلع والمنتجات والخدمات التي بينتجها الاقتصاد المصري، ونقدر نقول طبعا ان ده يعني نقدر نقول عليه مؤشر وخبر ايجابي جدا في اطار او في ظل الظروف اللي بيمر بيها العالم، لان طبعا في دول مع الازمات المتكرره بتبتدي تحقق معدل نمو سلبي، وبالتالي دي بتعتبر بيخش في ركود وده بتكون ازمه كبيره، لكن الحمد لله الوضع ده ما حصلش في مصر. يمكن اشار ايضا البنك الدولي لان يعني سبب الارتفاع كان مصحوب بتحسن ايرادات السياحه بشكل كبير، يعني احنا عام 2000 لكن دكتور كريم على ذكر هذه الازمات التي تمر بها دول كثيره حول العالم، هناك بعض الأزمات التي تعاني منها مصر أيضا إلا أنها ما زالت تحافظ على النمو الاقتصادي الكبير. هذا له أسباب، ما هي هذه الأسباب من وجهة نظرك؟ طبعا احنا بنقول انك تحافظ على معدل نمو ايجابي في اطار تلك الظروف ده خبر جيد جدا، بالاضافه ان احنا يعني ده مدعوم بمجموعه من الاسباب. معدل نمو ايجابي ده طبعا بسبب اساسي يعود الى المشاريع القوميه وان مسيره التنميه في مصر تسير ولا تتوقف رغم الازمات. ايضا يعني كانت ايرادات السياحه في العام المالي السابق يمكن تحسنت عن عام 2020، يمكن نصت ايرادات السياحه في عام 2021 ل 9 مليارات من الدولارات، هو اقل من 2019، ولكن يعني في النهايه في تحسن حدث، بالاضافه لان طبعا يعني العائدات الكبيره لصادرات مصر من الغاز والبترول مع الارتفاع اللي حدث في اسعار الغاز عالميا ده يعني خلى ان مصر تقريبا بتصدر في الشهر بما لا يقل عن بل يمكن اكثر من 500 مليون دولار شهريا، بالاضافه الى طبعا يعني بالاضافه الى ايرادات قناه السويس وخلافه وقطاع الاتصالات، دي كلها بنقول عليها يعني امور ايجابيه الى حد ما وساهمت بشكل او باخر في تقليل تاثير الازمه. طبعا الازمه موجوده وشعرنا بها كمواطنين والتضخم حدث طبعا، ولكن نقول تاثير الازمه عليك بنحاول نوصل ان هو يكون اقل ما يكون. اشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم العمدة استاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك. أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير الوكالة الدولية للطاقة بشأن ضرورة تكثيف التعاون الدولي لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة. قام المركز برصد ومتابعة تقرير وكالة فيتش بشأن أهمية قضايا الطاقة في سلم أولويات الشراكة بين الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، كما سلط التقرير الضوء على العديد من المشروعات التي تنفذها مصر وتشرع في تنفيذها في مجال الهيدروجين الأخضر. أكد وزير البترول طارق الملا أن توجه الشركات الكويتية لتعزيز التعاون مع قطاع البترول يلقى دعما وترحيبا كبيرا في إطار بناء شراكات اقتصادية قوية وزيادة النجاحات المشتركة. جاء ذلك خلال استقبال الملا لسفير الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم ومدير الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية في مصر محمد السرحان. وخلال اللقاء تم بحث موقف أنشطة الشركة واستثماراتها في حقول إنتاج البترول والغاز بخليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط وسبل تدعمها خلال الفترة المقبلة.
أكد مزارعو محافظة الغربية أنه تم حصاد محصول الأرز في الحقول الإرشادية ومنها صنف سخة سوبر 300 والذي حصل على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للمبتكرين 2022. مثل باقي المحافظات كانت الغربية شاهدة على بدء حصاد محصول الأرز في الحقول الإرشادية ومنها صنف سخة سوبر 300 الذي حصل على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للمبتكرين لعام 2022. يستخدم هذا الصنف من الأرز نسبة قليلة من المياه والأسمدة الزراعية ويعطي نسبة إنتاجية مرتفعة تبلغ من 20 إلى 25% وتتراوح ما بين 5000 و6000 طن في الفدان مقارنة بالأصناف التقليدية التي يتراوح إنتاجها بين 2000 و3000 طن في الفدان. كما يعد من ضمن الأصناف التي تتبع المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين والقومي في وزارة الزراعة. هذا وقد أعلنت مديرية الزراعة بالغربية أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز في مدن ومراكز وقرى المحافظة بلغت نحو 70,000 فدان أرز، 30% منها من صنف سخة سوبر 300 الذي تبدأ زراعته في شهر مايو وتستغرق فترة نموه في الأرض الزراعية نحو 115 يوما. هي إذن مميزات عديدة جعلت من أرز سخة سوبر 300 اختيارا مثاليا للزراعة لزيادة إنتاج الأرز وتوفير الاحتياجات المحلية. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات. تراجع رأس المال السوقي نحو 4 مليارات و700 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687 مليارا و625 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9948 نقطة لينخفض بنسبة 82% ويغلق عند مستوى 9867 نقطة. كما فتح المؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2185 نقطة ليغلق منخفضا بنسبة 1.44% عند مستوى 2153 نقطة. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3123 نقطة لينخفض بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و63 قرشا للشراء و19 جنيه و70 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19 جنيه و8 قروش للشراء و19 جنيه و15 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 21 جنيه و78 قرشا للشراء و21 جنيه و87 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و36 قرشا للبيع. عن سعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض مع تأثر المعنويات سلبا بالقلق من الارتفاع السريع في أسعار الفائدة وتصعيد الحرب في أوكرانيا وانخفاض أسعار النفط، وهبط مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.8%. كما تخلى مؤشر دبي القياسي عن مكاسبه في التعاملات المبكرة ليغلق منخفضا 0.6%. تراجع المؤشر القياسي السعودي 0.1%. كما انخفض المؤشر في قطر بنسبة 1.2%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للنهوى وإيمان لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا جزيلا لك فاطمة. أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية أن مركبة الفضاء التي دفعتها ناسا عمدا للاصطدام بكويكب الشهر الماضي نجحت في دفعه خارج مداره الطبيعي. هي المرة الأولى التي يغير فيها البشر حركة جرم سماوي. وأظهرت نتائج الملاحظات أن الرحلة التجريبية لمركبة الفضاء دارت في 26 سبتمبر قد حققت هدفها الأساسي الذي تمثل في تغيير اتجاه كويكب من خلال القوة الحركية المطلقة. من الفضاء إلى الرياضة،
نتحول مع أخبار الرياضة من جديد إليك فاطمة. شكرا إيمان، شكرا نهى، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي السبت المقبل في مباراة الإياب دور 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. كان الأهلي قد حسم لقاء الذهاب في تونس لصالحه بهدف نظيف في الوقت القاتل من المباراة ليضع قدما في الدور المقبل. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فلامبو البروندي المقرر لها الجمعة المقبلة على استاد الجيش ببرج العرب في إياب دور 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. قرر الجهاز الفني للفريق الأبيض الدخول في معسكر مغلق الخميس المقبل بالإسكندرية استعدادا للقاء، وكان اللقاء ذهاب بين الفريقين قد انتهى لصالح القلعة البيضاء بهدف دون رد. تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي إلى دور الثمانية من منافسة البطولة العربية للأندية المقامة في الكويت. حجز الأهلي بطاقة العبور للدور ربع النهائي بعد تغلبه على أهلي حلب السوري بنتيجة 87-76 في اللقاء الذي جمعهما في دور 16 من البطولة. سقط مانشستر سيتي الإنجليزي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفي كوبنهاجن الدنماركي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. بهذه النتيجة رفع السيتي رصيده للنقطة العاشرة في صدارة الترتيب المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد كوبنهاجن عند نقطتين في المركز الثالث. يستضيف برشلونة الإسباني غدا فريق إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. يحتل الفريق الإيطالي وصافة ترتيب المجموعة الثالثة بست نقاط وبفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ الألماني المتصدر، وثلاث نقاط أيضا عن برشلونة صاحب المركز الثالث. في مواجهة أخرى من الجولة ذاتها يحل ليفربول الإنجليزي ضيفا على جلاسكو رينجرز الإسكتلندية ضمن منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. يحتل الريدز وصافة ترتيب المجموعة ب6 نقاط، فيما يتزايل الفريق الإسكتلندي ترتيب المجموعة بدون أي نقاط. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لنهى وإيمان لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. اختتمت فعاليات الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وحصد فيلم شولا للمخرج صلاح إسعاد على جائزة أحسن فيلم بالمسابقة، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم عمود رئيسي من إخراج ماتيو توروتوني، وكرم المهرجان فنان الكاريكاتير عمرو فهمي لتميزه في تصميم بوستر مهرجان الإسكندرية. مهرجان اسكندريه السنه دي الحمد لله الدوره يعني عدت ايامها بسرعه، كان فيها زخم وكان فيها نشاط كبير وكان فيها افلام كتير مهمه. كان عرضنا 41 فيلم عرض عالمي اول، عرضنا 90 فيلم بشكل مجمل من 29 دوله، وده عدد كبير من الدول. يعني بنشارك في الدوره 38 من مهرجان السينمائي الاسكندراني بمنحه للشباب تقدر ب 100,000 جنيه، نشجع فيها الشباب المبدع في هذا المهرجان، ونتمنى أن تزيد هذه المنحة كل سنة، وإحنا كخليجيون في حب مصر نتواجد في كل محفل ثقافي وندعم كل المحافل الثقافية. اختتمت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي للتمور، والذي شهد مشاركة 114 عارضا من 10 محافظات،
بالإضافة لعدة دول عربية ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو. يأتي المهرجان في إطار حرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من أهم القطاعات الواعدة. تحرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة. احنا المعمل الوحيد المعتمد 17025 من أسوان لغاية الجيزة سيادتك، بنفحص جميع المنتجات الغذائية المطلوبة للتحليل، وده هيساعد بالنسبة لشركات التمور اللي موجودة ان احنا بنعمل لهم موضوع شهادات الفحص المسبق للتصدير. وفي هذا السياق اختتمت فعاليات مهرجان أسوان الدولي للتمور في دورته السادسة بمشاركة 114 عارضاً من 10 محافظات، إضافة إلى المملكة العربية السعودية والسودان وليبيا والأردن ومنظمة الفاو الأغذية والزراعة. المهرجان الدولي السادس للتمور على أرض أسوان طبعاً ده من إنجازات سيادة الرئيس السيسي، طبعاً هو مهتم بأسوان وعمل شغل الأسوان بأنه أتاح للمهرجان يقام على أرض أسوان. وتحظى محافظة أسوان بوجود 3.3 مليون نخلة على أراضيها، ويتوافق هذا مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حاليا في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتي توشكا والعوينات. المهرجان للأسف كان في اليوم الختامي، كان نفسي أحضره من أول يوم، بس انبهرت باليوم الختامي وباللجنة التنظيم والدول المشاركة، وفي قبول جميل من ناحية السياح والناس الموجودة في المهرجان. وتمتلك مصر إمكانات تنافسية كبيرة في مجال إنتاج وتصدير التمور، حيث أخذت محافظة أسوان على عاتقها بناء رؤية استراتيجية مستقبلية بخريطة استثمارية جديدة، بجانب إنشاء منطقة لوجستية عالمية للتجارة والتصنيع والنقل اللوجستي بوادي كركر تجاه الأسواق الإفريقية. النهاردة اليوم الأخير للتمور، وفي إقبال الحمد لله كويس، وإن شاء الله نشارك في مهرجانات كتير بإذن الله. وانطلاق المهرجان الدولي السادس للتمور بأسوان يؤسس لمرحلة جديدة وواعدة للانتقال من مرحلة الزراعة والتجارة التقليدية في التمور إلى مرحلة زيادة سلاسل القيمة المضافة بالإنتاج المتخصص والتعبئة والتغليف والتصنيع لمنتجات تناسب كافة أصناف التمور الجافة والنصف جافة، مثل تصنيع مسحوق التمر وسكر التمر وخل التمر والكحول وغيرها. حاجة جميلة وحاجة قيمة وحاجة ما شاء الله، الجمهور مبسوط وإحنا مبسوطين وكل حاجة جميلة وكل حاجة حلوة، وإحنا كان نفسنا المهرجان ده يقعد شهر مش ثلاث أيام. وأعرب المشاركون العرب عن سعادتهم الغامرة بتواجدهم في أسوان ونجاح هذا المهرجان الذي أعطى العديد من الفرص للمشاركين بالحصول على الخبرة من بعضهم، مؤكدين استمرار مشاركتهم في المهرجانات القادمة فوق أرض مصر. كما تواجد عدد من الأجانب من الجنسيات المختلفة داخل مكان المهرجان حرصوا على تناول وشراء التمور. هنا مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية. فاطمة نتحول إليها، تفضل. شكرا نهى، شكرا إيمان، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. وأخيرا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 30، الصغرى 20، إسكندرية 27، 20، مطروح 26، 18، بورسعيد 28، 23، الإسماعيلية 30، 18 وجوها حار. بالنسبة للسويس 29-18، العريش 27-20، طابة 29-23، شرم الشيخ 32-24، الغردقة 31-23 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 35-21، أسوان 36-22، الوادي الجديد 35-20، شلاتين 33-24، حلايب 31-25 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، هذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية. مدبولي يرحب بالتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في مصر ومولودوفا. خلال اجتماع لمجموعة السبع، الرئيس الأوكراني يدعو لتزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي وكمية كافية من الذخيرة. نهاية نشرتنا هواء التاسعة مستمر مع حضراتكم مع الإعلامي يوسف الحسيني. أهلا بك يوسف. مساء الخير يا يوسف. أهلا بك. أنا هقول لكم جملة فسروها. إيمان تونها هانتو شو هانتو جو، محدش فاهم انا بقول الكلام ده ايه. طيب استاذ عوض مخرجنا السينيور بتاع، يعني هو مدير الاخراج المهم، يعني فهو بيقول دلوقتي الجمله دي لان كل مره ما بفهمش منها حرف، بس احنا فاهمين هو معناها ايه بجد والله العظيم عشان ابقى فاهم. ايوه ايمان نشرها كل واحد هيقول هانت ايه امتى. ايوه هانتو جو تونايت شو بقى، يعني يعني نوت اونلي بت اولسو. خد بالك من الموضوع ده. امال ايه؟ طيب عوض يعني خلتني ضيعت وقت الزميلات في، يعني اشكركم يا جماعه معلش كنا عايزين نتكلم موضوع اهم من كده. شكرا. اشكركم شكرا جدا وهستاذنكم نبدا فقراتنا اما نشوف ايه حكايه عوض معايا.